قصتنا اليوم عن المراه التي تدعى ظلمه قيل عنها انها تاكل لحم البشر كانت تقطن في منطقه قفار الواقعه في جنوب منطقه حائل وتلتهم البشر مع ابنتها عروه قصه واقعيه حدثت قبل ثلاثمائه عام الا ان هناك من نسج الخيال والقصص المرعبه حولها وبالغ في احداثها وتفاصيلها بشكل مبالغ فيه كانت ظلمه وابنتها تقطنان غارا يقع على طريق المدينه المنوره وكانتا مسعورتين حسب الروايات المتداوله عنهما ويبدو ان ثعلبا او ذئبا مسعورا قد اعتدى عليهما ونقل العدوى لهما واصبحتا تقتنصان المسافرين في شعاب هذا الجبل بهدف السرقه وليس الاكل. كانتا تستدرجان الماره ومن يسير منفردا بهذه المنطقه الى الغار لتلهيه العجوز ظلما بينما ابنتها عروه تكون قد كمنت له في اعلى الغار وتلقي على راسه صخرة حتى يفارق الحياة. امر امير المنطقة انذاك بعض رجاله بالقبض عليها واحضارها لقصره، ولكنها حاولت الهرب وتسلقت اعلى الجبل هربا منهم، لكنها سقطت وماتت وتم دفنها في احد مقابر بلدة قفار القريبة من حائل. فيما سلمت ابنتها الى اقاربها. غدت ظلم اسطوره ونسب اليها كثير من قصص الرعب، لكنها لم تكن تاكل لحوم ضحاياها بل لسلب ممتلكاتهم، وكانت تستعين في عملياتها بالحيله تاره، وبالحجاره التي تطلقها على الماره لتخويفهم تاره اخرى. كانت هذه نهايه قصتنا لهذا اليوم. نراكم غدا ان شاء الله في قصه جديده.